شعور ميدو في لقاء الذهاب بين برشلونة وريال مدريد؟ حبيبي لازم نجبدك، لازم نجبدك. أمين 3-1 نتيجة غير متوقعة. لا بالنظر قبل المباراة غير متوقعة، ولكن بعد مرور 20 دقيقة الأولى كانت ربما تتوقع نتيجة أكبر، لأن دفاع ريال مدريد كان كارثيا، لاعبو ريال مدريد غير منتشرين بطريقة جيدة فوق أرضية الميدان، فوضى تاعهم طريقة لعب ريال مدريد، صعوبة كبيرة في الخروج بالكرة. ريال مدريد كان سيئا تقريبا في كل الخطوط باستثناء ربما ميليتاو الذي حافظ ماء الوجه في الخط الخلفي، وكورتوا دائما كورتوا يبقى علامة فارقة في تشكيلة ريال مدريد. البقية ولا لاعب قدم ما عليه في هذا اللقاء. قلت لك أن النتيجة كانت مرشحة لتكون أكبر، ريال مدريد عليه أن يكون سعيدا للغاية بعد الخروج بثلاثية فقط، لم ترتفع فيها الغلة إلى أهداف أكثر. إذن بن شبيل قال لك ريال مدريد كان يمكن أن يخسر بنتيجة أكيد أكبر. في المقابل كل عيوب ريال مدريد قابلها تألق برشلونة في كل الخطوط. برشلونة بالأمس كان رائعا، حتى تشافي تغلب تكتيكيا على أنشيلوتي الذي بدأ مفلسا على خط التماس ولم يستطع أن يغير أي شيء. في الشوط الثاني توقعنا ربما بعض الانتعاشة في طريقة لعب ريال مدريد، وهي عادة أنشيلوتي في المباريات. في الشوط الأول ربما لما لا يقدم ريال مدريد أداء جيدا يغير هذا الأمر في الشوط الثاني بفضل تغييرات المدرب. في مباراة الأمس لم نشاهد هذا الأمر، والريال زاد سوءا على سوء في الشوط الثاني. نعم. قلت لك أن النتيجة كانت قادرة أن تكون أكبر بكثير. نعم برشلونة أمس كان ممتاز جدا، كل اللاعبين كانوا في المستوى، من حارس المرمى تير شتيغن وصولا إلى روبر ليفاندوفسكي. تشافي أيضا أمس كان مميز، ينتقد عندما يخطئ ويشكر عندما يقدم مباريات في المستوى التكتيكي. أمس ربما الجميع انتظر 4-3-3، فاجأ بالأربعة 4-2 تقريبا، ولو أنه في الوضعيات الدفاعية اللي كانت تبان 4-4-2 مسطحة تقريبا بعودة غافي كجناح أيسر وبقاء بيدري رفقة ليفاندوفسكي فقط في الخط الأمامي للضغط على مدافع ريال. شدني أمس تصريح لتشافي، ديونغ أيضا قدم مباراة في المستوى، غافي أفضل مباراة له مع برشلونة منذ مدة طويلة، بيدري أيضا، كل اللاعبين كانوا في المستوى. أمس تشافي بعد نهاية المباراة كان عنده تصريح قال فيه بأنه كرة القدم اليوم أصبحت أكثر عمودية، يعني الفوتبول ولا فيرتيكال ومباشر أكثر فأكثر. شفنا في الأهداف اللي سجلها برشلونة ثلاث، كلها كرات مسترجعة في وسط الميدان بالضغط العالي، استرجع ثلاث كرات صنع منها الخطر سجل ثلاث أهداف. كانت فيه لقطة أيضا في بداية الشوط الثاني ضيعها ديمبيلي بسذاجة في تلك اللقطة، تشوف فارق سرعة مور لو شفت اللقطة كيفاش جاز بالدي على كارفاخال وكأنه متوقف خلاه خلفه بحوالي 5 ولا 10 أمتار وخذاله الكرة وراح، مرر تمريرة لديمبيلي ضيع. كورتوا أمس أنقذ تلك فرص حقيقية حقيقية لتسجيل، كان يمكن أن تكون الغلة أكبر. فوز معنوي لبرشلونة أكثر منه كلقب، الفوز هذا في هذا الوقت يعطيهم دفعة أكبر للمنافسة على الليغا بقوة، دفعة بسيكولوجية للاعبي برشلونة والمدرب لقاء أمس لم يكن مجرد كلاسيكو فقط يا عمار، بل اعتبر معركة كروية حقيقية بين المدربين بين اللاعبين بين الجماهير. أيضا المباراة لم تكن مجرد كلاسيكو لأنها تعبر عن لقب السوبر الإسباني، وهو أول ألقاب الموسم. البرسا كان متعطشا للانتصار، وهكذا انتهت المباراة بانتصاره أمام ريال مدريد الذي ظهر كالجثة الهامدة. طبيعة الحال لازم أنه أيضا أن مدرب تشافي كذلك ربح تكتيكيا، ولو أنه فاجأ أنشيلوتي في البداية بالاعتماد على البلوك ميديوم الكتلة المتوسطة، وكان مراحل وين يضغط ضغط عالي باش يسترجع الكرة. أنا أول مرة نشوف برشلونة يسجل 3 أهداف بثلاث كرات مسترجعة ولا تروا كونتر أتاك، 3 هجمات مرتدة. هذا الشيء نضم لي كان سلاح تاع ريال مدريد، وهذا شيء كان ظاهر لأنه تشافي نضم لي أولا خمم في نقاط قوة ريال مدريد، وخمم كذلك في نقاط ضعف ريال مدريد. نقاط ضعف ريال مدريد هما اللي زاريلا تيرو كيعودوا يحضروا في الكرة، كارفاخال يطول باش يعاود يغلق إذا كانت استرجعت الكرة، وهذا الهدف الأول. الهدف الثالث الهدف يرجع باش يغلق.
نظن بلي في الهدف الثالث استرجاع كرة كان ممكن من جهته. الحاجة الثانية نظن بلي على الجهة اليسرى مدافع الأيسر ريال مدريد ماندي كان غايب كثير على المباراة، ونظن بلي هذا من أسباب كذلك ضعف ريال مدريد. الحاجة في الجهة المقابلة نظن بلي نقاط قوة ريال مدريد تفوق عليهم برشلونة بالاعتماد على أراوخو على الجهة اليمنى لأنه باش يغلق على فينيسيوس، بالاعتماد على في وسط الميدان في وسط الدفاع كريستيانسن باش لارونس تكون نقية لبوسكاتس وديونغ، على الجهة اليسرى اعتمد على بالدي أولا اللي كسر لي كونتر أتاك بفالفيردي وبلعب لي كونتر أتاك بالدي. سؤال واحد وأريد إجابة واحدة، هل يعتبر أنشيلوتي هو السبب الرئيسي في هزيمة ريال مدريد أمس، نعم أو لا أمين؟ لا 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 لا, لا. لا. اتفقتم بأنه أنشيلوتي لم يكن السبب، رغم أنه تقارير صحفية اليوم أكدت أن إدارة ريال مدريد بدأت تفكر في إقالة أنشيلوتي ولكن إخراجه من الباب الواسع وليس من الباب الضيق. يحتاج لتدعيمات ريال مدريد، لما تشوف تشكيلة ريال مدريد أمس في حاجة إلى دعم خاصة على مستوى الأظهرة أولا. أنا ما انتبهش جيدا ريال مدريد مثل برشلونة، لكن لما تشوف مباراة ريال مدريد تحس باللي ما عندوش أظهرة. مندي وكارفاخال انتهى وقتهم في ريال مدريد. في وسط الميدان أيضا يحتاج إلى ربما إلى قطعة ولا قطعتين أخريين لتعويض توني كروس ومودريتش، لأنه أداء كامافينجا ما كانش في المستوى أمس ولا حتى في مباراة نصف النهائي ضد نادي فالنسيا، غياب تشواميني، لذلك الريال يحتاج إلى تدعيمات. تفضل آمين. نولو البيدري وغافي في مباراة الأمس يا ميدو في ظل الدفاع الكارثي والأخطاء الطفولية التي قام بها الخط الخلفي لريال مدريد، لو كنت أنت موجودا في لقطة مثلا لقطة تمريرات غافي ليفاندوفسكي، لو كنت أنت موجودا لسجلت الهدف ميدو، مع احتراماتي لجماهير برشلونة وفريق برشلونة. بيدري وغافي نتمنى أن نشاهد هذا التألق في المباريات المقبلة أمام الفرق الأخرى، نتمنى أن نشاهد غافي وبيدري أمام مانشستر يونايتد في اليوروبا ليج. لذلك قلت لك مباراة الأمس ليست مرجعية لأن ريال مدريد كان سيئا على كل المستويات وفي كل الخطوط. الآن لاعب مثل ماندي صراحة لا يملك مستوى اللاعب في نادي مثل ريال مدريد، عليهم أن يسارعوا في بيع هذا اللاعب وجلب لاعب مثل ديفيس، ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ، لاعب حركي، لاعب لديه الكثير من الإمكانيات التي تشبه مارسيلو. من العيب أن يلعب ماندي في مكان كان يلعب فيه مارسيلو، لا يملك أي أوجه شبه، لا هجوميا، لا يقدم الدعم هجوميا ولا يقدم الدعم دفاعيا. تقريبا الخطأ الكارثي أصبح علامة مسجلة في كل مباريات التي يشارك فيها ماندي، يجب في كل مباراة أن لكن يقوم أنشيلوتي بخطأ قال كارثي. أنشيلوتي قال منحنا هدايا لنادي برشلونة، أنشيلوتي انتقد اللاعبين ضمنيا محمد بعد قال منحنا قال خسرنا بسبب أخطاء فردية، هذا معلوم أنه يقصد أخطاء اللاعبين الفردية، وأنا أميل إلى تصريحه رغم أنه يتحمل جزءا من المسؤولية ولكن لا يتحمل النسبة الأكبر. في مباراة الأمس اللاعبون هم الذين يتحملون المسؤولية الأكبر، وأكبر ما يعاب على اللاعبين محمد هو غياب القتالية. بالأمس برشلونة كان شرسا، القتالية كانت حاضرة على كل الكرات، برشلونة تشعر كأنه يقاتل على كل كرة ممكنة في المباراة، عكس ريال مدريد الذي كان متساهلا، كان وكأنه يلعب بدم بارد دون أي حرارة. البعض يقول بأن هذا اللقب غير مهم، لا مهم، وأن الريال لم يكن، لا نقول لا لم يكن يريد الفوز باللقب، ولكن لم يلعب بجدية من أجل الفوز بهذا اللقب، ولو كان الأمر يتعلق بلقب آخر مثلا مباراة في الشامبيونز ليج أو مباراة في الدوري أو مباراة في الكأس كانت الأمور ستكون مختلفة، هل هذا صحيح؟ لا، اللقب مهم جدا وخاصة ضد برشلونة، نعم، ما يزيد اللقب الحلاوة تاعو، الحلاوة تاعو أنه تلعبوا ضد الفريق الغريم تاعك الأبدي. نظن بلي ريال مدريد كان غايب، أنا ما نحملش المسؤولية لأنشيلوتي. هل هي أزمة ثقة إذن عمار؟ لا ممكن، ولكن شوف لو تشوف اللاعبين نظن بلي كل مدرب يدير أن بروجي جو باش يدخل به كبرشلونة كريال مدريد. فريق برشلونة ولاعبيه طبقوا نظام اللعب اللي دخلوا به طبقوه حرفيا مع وجود 11 لاعب في لافورم، كاع 11 لاعب كانوا في لافورم، مقارنه بلاعبي ريال مدريد اللي ما طبقوش واش كان يقول انشيلوتي،
وتقريبا 8 لاعبين كانوا خارج الاطار. لو تشوف اللاعبين ناحي ليزاريا لاتيرو ناحي روديغار اللي كان ضم لي بين انا روديغار عمار اسمح لي كلام كبير جامي قنعت به بلي مدافع زعما كبير ومستوى عالي عالي عالي، لانه لما حتى لما كان في تشيلسي هذا هو مستواه، ماهوش مدافع من طينه سيرجيو راموس والمدافع اللي شفناهم السنوات الاخيره وين يكونوا سان ديفونسور توب. هذا هو الموجود، هذا هو الموجود. السوق ولا غاليه بزاف باش تشري مدافع في اوج العطاء تاعو شاب اكثر من 80 مليون يورو. ريال مدريد راحوا للخيار الاقرب منطقيه، هو روديغار، خبره كبيره، لاعب دولي مجانا، صفقه مجانيه، يعطوا له فقط الراتب تاعو، لذلك هذا هو الموجود، ما عندكش خيارات. حتى اللي خلى ضعف اللاك سنترال عدم وجود ان كازيميرو، عدم وجود ان تشواميني، لان خطه ريال مدريد تعتمد كثير على لو سنتينيل اللي ديفوندي مليح. البارح كان في مكان كروس يقدر يبني، ولكن في الهجمات المعاكسه ما يرجعش بالطريقه اللي لازم، هو ومودريتش خاصه. دونك بلي تقريبا 8 لاعبين كانوا تقريبا خارج الاطار، لذلك برشلونه كان طبق التعليمات تاعو بحذافرها، وكما قلنا فاجئ ريال مدريد بالخطه تاع ريال مدريد. هو رجل كلاسيكو كافي، دار مقابلة أكثر من رائعة، رغم أنني أنا أميل إلى بيدري في الدرجة الثانية إلى ديونغ، ثالثا غافي. بيدري قدم مقابلة في المستوى، ونظن بلي زاد تطور أكثر، لانه ولا عنده لا بروجيكسيون فير لافون، ولا يسجل هدف وصنع هدفين، كان هو مهندس الانتصار. معك بصح، نهضر لك سما كامل المقابله، كامل المقابله. لو تشوف ممكن مانيش متذكر بيدري ما ضيعش حتى ولو كان لقطه، وكان هو اللي يبني الهجمات، وقلت لك ولا تعلم لا بروجيكسيون فير لافون، ولا دائما يولي مع ليفاندوفسكي في الهجمات، سواء في لي سونتر ادروات ولا اكوس. نعم. والدليل على ذلك انتم لم تحملوا المسؤوليه لانشيلوتي، ولكنه يتحمل مسؤوليه كبيره، لانه كان على خط التماس، كان عليه ان يفعل شيئا ما. ربما شبح زيدان اصبح يطارد انشيلوتي في المده الاخيره.